ربما زي ما احنا متعودين دايما صباح الخير يا مصر دايما بيخصص حلقاته اللي هي قبل 30 يونيو بتناول احد الملفات، بان يكون هذا الملف هو عنوان الحلقه الرئيسي. عنوان النهارده هو السياحه. الحقيقه ان السياحه في مصر عملت او قطعت شوط كبير جدا، والدوله المصريه خلال 10 سنوات قدرت تعمل حاجات كتير جدا. يعني على سبيل المثال مثلا قدرت ان هي تطور عدد كبير من المقاصد السياحيه، قدرت ان هي تعمل حاجه اسمها متحف الحضارات، قدرت ان هي تعمل احتفالات عالميه في طريق الكباش والعالم كله ينبهر بده، قدرت ان هي تطور اسطولها الجوي في مصر للطيران، قدرت ان هي تتعاقد مع وكالات سياحيه كبيره. في الحقيقه مصر والكلام ده مش انا اللي بقوله، يعني مصر تعد من افضل الوجهات السياحيه على مستوى العالم والاكثر تنوعا، فيها كل الالوان السياحيه ما بين سياحه ترفيهيه وشاطئيه وتاريخيه. ونمو السياح الوافدين على مصر بوتيره متسارعه في 2023 كان العنوان الابرز لكل وكالات الانباء. في مدن مصريه بتعد من افضل 100 واجهه سياحيه حول مستوى العالم، والكلام ده زي ما قلت مش كلامي انا، ده كلام جه على لسان وكالات الانباء العالميه والمؤسسات الاقتصاديه المتخصصه في السياحه العالميه. هذا الكلام بيؤكد ان بلدنا رائده في هذه الصناعه على مستوى العالم، وبيؤكد زي ما قلنا ان احنا قطعنا شوط كبير جدا في اعاده بناء وتنظيم وتطوير منظومه السياحه بعد تحديات كبيره جدا مرينا بها من 10 سنوات قبل ثوره ال 30 من يونيو. انت زي ما انت قلت بالظبط يا مصطفى انه مصر فيها وجهات سياحيه مختلفه كثيره قوي. احنا اللي عايز تاريخ عندنا، اللي عايز سياحه علاجيه عندنا، اللي عايز سياحه يخوت مصر بتستهدف ان هي تنمي هذه السياحه الهامه جدا جدا موجوده في العالم كله. عندنا البحر الابيض والبحر الاحمر، عندنا كل الوجهات اللي ممكن تجذب اي سايح. لكن احنا كان عندنا هدف ان احنا نعمل ده ازاي، ازاي نجذب بقى السايح الاجنبي مختلف الجنسيات لمصر. مصر قدرت خلال الفترة دي ان هي تسخر كل امكانياتها عشان تستغل مواردها في توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية للترويج والتنشيط السياحي، وده عشان نجذب اكبر عدد من السائحين من مختلف الاسواق. طبعا احنا حوالينا بلدان كتيرة جدا عندهم برضو اماكن سياحية، لكن في الحقيقة اللي سافر عارف انه الوجهات الكتيرة دي مش موجودة في بلد واحدة. يعني في بلد ممكن تروح لها عشان مثلا بحرها حلو، ممكن بلد تروح لها عشان متاحف، لكن ان كل ده يبقى موجود في بلد واحده في الحقيقه مش موجود. لكن احنا كان لازم يكون عندنا خطه تسويقيه كبيره مهمه عشان نقدر ان احنا نفتح اسواق. ففتحنا اسواق جديده للسياحه المصريه، ابتكرنا خطه ترويجيه قدرت ان هي تساهم في استهداف فئات متنوعه من السياح، وده اللي حصدنا ثماره في الاخر وخلى مؤسسات عالميه زي ما مصطفى قال تبرز دور مصر المحوري في تنميه قطاع السياحه. مش بس كده، مصر قدرت ان هي كمان او شهدت في الفتره الاخيره زيارات متنوعه من مشاهير العالم كله. خلينا نقول ان احنا دلوقتي موجود عندنا مدرب مانشستر سيتي جوارديولا اللي بيزور مصر حاليا، برضو التيك توكر الالماني اللي مكسر الدنيا وناس كتير قوي بتعمل تيك توك معاه، نويل روبرتسون اللي عمل ردود افعال ايجابيه جدا على السوشيال ميديا، وراح زار الحسين وشارع المعز، وكمان حقق يمكن فيورشيب حلوه قوي على التيك توك. ودي من الحاجات المهمه لانه بيقول لك في حاجه اسمها انفلونسر ماركتنج او تسويق السوشيال ميديا، تسويق المؤثرين على السوشيال ميديا. حقيقي جدا طبعا، مهم جدا، وبيستخدموه البراندات العالمية عشان يقدروا ان هم يجذبوا العملاء للبراندز بتاعتهم. وده كان فكرة حلوة قوي انه تستخدموا وزارة السياحة عشان تجذب بسياح اكتر من المتابعين طبعا لنوال. كمان السيدة الاولى الامريكية جيل بايدن اللي زارت الاهرامات والاثار المصرية في زيارتها لمصر، غيرهم من المشاهير الكتير الحريصين جدا على التواجد في مصر للاستمتاع بمعالمها الاثريه ومقاصدها السياحيه. يمكن دول بعض من المشاهير اللي كانوا موجودين الفتره اللي فاتت القريب يعني، لكن على فترات متفرقه في اسامي كبيره جدا جدا زارت مصر وقدرت ان هي في 9 سنين اللي فاتوا قدرت ان هي تبوست على السوشيال ميديا او تشوف. صحيح. على السوشيال ميديا. يمكن ده اللي احنا كنا بنقوله انه حلو وزاره السياحه ان هي تعي باهميه الانفلونسرز او الباور اوف سوشيال ميديا زي ما بيقولوا، قوه مواقع التواصل الاجتماعي. انت زي ما قلت الخطط التسويقيه مهمه جدا جدا جدا، واحنا طبعا هنتكلم عن الخطط التسويقيه النهارده في صباح الخير يا مصر. واحنا هل احنا بنتجه زي ما انت قلت كده للتسويق عبر السوشيال ميديا عن طريق
التيك توكرز وعن طريق الانفلونسرز العالميين، ولا احنا هنقدر نروح لهم في بيوتهم او في اماكنهم ونعمل اعلانات وبيلبوردز زي ما في دول كتير جدا بتعمل، وده مش عيب. هنعمل ايه احنا علشان نسوق مقاصدنا السياحيه، نتعاقد مع وكالات تانيه عامله ازاي؟ اعتقد ان في عملنا بعض الاعلانات في محطات المترو الشهيره في بلدان شهيره، وده كان مهم جدا انه فيزيت ايجيبت كانت مكتوبه بطريقه حلوه قوي، يعني في افكار حلوه لسه عندنا تاني ولسه نقدر نعمل اكتر. وبرده على فكره عايزه بس اقول حاجه، ان احنا كمان كمواطنين لينا دور كبير قوي لما بيزورنا سايح، ازاي بنتعامل معاه، ثقافه التعامل مع السياح مهمه طبعًا جدا طبعًا تكون عندنا كمواطنين. بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، كل ده كوم ولما يتفتح المتحف المصري الكبير كوم تاني. العالم يترقب افتتاح هذا المتحف، لانه هو من المؤكد ان هو هيكون نقله كبيره جدا على ذكر اثار مصر. بس انت عايز اقول لك ان الدوله المصريه والقاده السياسيه متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي احدثوا تطوير استثنائي في ما يتعلق بهذا الأمر، أحيوا متحف الحضارات اللي أصبح وجهة مصر الأولى لدى السياح. مش بس كده، زي ما قلنا مصر قامت بإعادة وتطوير وإحياء المتحف المصري. متحف مصر كبير يا جماعة، بيبنى من سنة 2002، متخيلين يعني بقالنا كام سنة بنبني هذا المتحف؟ طبعاً شوط كبير جداً مصر قطعته في ملف الاكتشافات الأثرية. الدكتور مصطفى وزيري عمل شغل عالي جداً على مدار السنوات العشر الأخيرة. يكفي أقول لك إن المؤسسات الدولية أشادت بدور مصر في هذه الاكتشافات اللي طلعت من مختلف المحافظات. الآثار ملف لا يعني يختلف أو لا يعني ينفك عن السياحة، سياحة والآثار، سياحة والآثار. رغم أن أقول لك حاجة، أن كل الإحصاءات قالت أن حوالي 80% من السياح اللي بيجوا مصر بيجوا عشان السياحة الترفيهية مش عشان السياحة الأثرية. بس دي في النهاية بتعد هويتنا الأساسية، وبتعد أيضاً ان السائح اللي بيجي للاثار بيعد من اغنى السياح او من اكثرهم زي ما بيقولوا كده انفاقا، ان هو اكتر واحد بيبقوا ناس اللي هم ايه جايين خلاص على المعاش الاكثر ثقافه، بيبقوا سياح. حتى تلاقي حتى لو كلمت المشاهدين السياحيين يقول لك ده من اليابان، ده من امريكا، ده من انجلترا، من الجنسيات اللي هم الايه الاكثر ثراء. فان مصر تستهدف القطاع ده وتكبره من النسبه دي، هو ده كمان الهدف اللي احنا لازم نشتغل عليه خلال الفترة. عارف احنا بنعمل ايه كمان حلو؟ ان احنا طورنا جدا من المطارات في المحافظات المختلفه. حصل. وحتى طورنا وصولنا الجوي كمان. بالظبط، حتى في القاهره الكبرى، يعني سفينكس ومطار القاهره الدولي وغيره وغيره، احنا طورنا ده عشان خاطر السائح اللي يجي. احنا سياحه اليوم الواحد. احنا معظم السياح اللي بيجوا لنا بيجوا لنا عبر طيران. فكان مهم جدا ان احنا نطور القطاع او المطارات عامه، عشان السائح لما يجي اللي عايز يزور الاثار يزورها، لكن كمان يبقى عارف انه في شرم الشيخ، طب يلا نروح نشوف في الغردقه، في البحر الاحمر. طب السائح اللي هو اللي انت بتقول عليه اللي بيستهدف يجي الاثار فهو كبير شويه في السن، طب ما في سياحه علاجيه في سيوه، تعالوا نروح نشوف عامله ازاي مثلا، وهكذا وهكذا. في تطوير كتير، وفي هنا خلينا نقول تواصل كبير ما بين قطاعات الدوله المختلفه عشان يسهلوا هذه العمليه لوزاره السياحه طبعا، وعشان السائح لما يجي يلاقي العمليه اكيد سهله ليه، مختلفه، تجربه مختلفه، لانه في الاول وفي الاخر هو بيعيش تجربه، هيرجع بلده يا اما هيقول انا عشت تجربه حلوه، يا اما هيقول انا عشت تجربه مش حلوه، وهيقيمها وهيتكلم عليها على السوشيال ميديا، وما فيش حاجه بتستخبى دلوقتي. وكم من وهو السوشيال ميديا هي كل حاجه، كل احنا كلنا ماشيين بنوثق يومنا ساعه بساعه على السوشيال ميديا، فلو السايح مبسوط وشايف حاجات حلوه ومبهره طول الوقت، هو ده اللي احنا بنستهدفه، هو ده اللي احنا عايزينه في الاول وفي الاخر. ملف مهم جدا. ملف كبير، مهم جدا. هنستعرض النهارده مع حضراتكم في خلال الحلقه ارقام، وهنشوف ايه اللي حصل فيه. هنشوف في فقره خاصه جدا الاسئله والسؤال الابرز عن السياحه، كيف كان ملف السياحه المصرية والأثار منذ 10 سنوات، وكيف أصبح، ويمكن ده اللي احنا مهتمين بيه دايما في صباح الخير يا مصر، ان احنا نتكلم عن كيف كان الوضع وكيف أصبح اليوم. احنا هنتكلم النهاردة عن السياحة بالتحديد، فخليكم معنا حتى 10 صباحا وبعد فقرات تانية طبعا يعني، لكن هنتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.